تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عمق الخبر. إن الصراع المسلح في العراق الذي يحصد عشرات الأرواح من الضحايا والأبرياء شهريا لن يتوقف أو يتوقف طالما ظلت الطبقة السياسية الحالية في تناحر وصراع على السلطة والمال وخدمة أولي الأمر منهم. هذا الاحتراب لن يتوقف إلا بعد أن يتفق السياسيون على إنهاء هذا الاحتراب الذي هو أساس المشكلة اليوم. ولعل جلسة مجلس النواب التي من المفترض أن تشهد الإقرار على قانون الحرس الوطني ستكون حامية الوطيس إذا لم يراعى فيها الجانب المهني والوطني والأخلاقي، لأن الالتفاف على أي فقرة منه يعد تأسيسا ونهجا لنوازع طائفية مقيتة يراد منها خلق حالة من الصراع والفتنة بين أطياف الشعب الواحد، ما يجعل التعايش السلمي صعب المراس، لأن الطبقة السياسية بالمطلق لا تريد سوى إرضاء الأنفس المريضة على حساب مرضاة الله سبحانه وتعالى. كيف ستكون آلية عمل الحرس الوطني؟ هل سيكون الحرس بإمرة الحكومة المحلية أم بالقائد العام للقوات المسلحة؟ هل سيتم تشكيله على أساس التركيبة السكانية والمناطقية أم سيكون وفق ما تمليه إرادات الغير وإملاءات الغرباء؟ هذه الأسئلة مشاهدين الكرام وغيرها أطرحها مباشرة على ضيوف من عمان، الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي الدكتور ضاري الدليمي، وعبر الهاتف أيضا من عمان الشيخ رعد الاستيمان. والبداية معك دكتور ضاري، هل صحيح أن الحرس الوطني هو اللبنة الأساسية للشروع في عملية تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي إسماعيل ولقناة تغيير اللي تاحت الفرصة لنا للتحدث في هكذا موضوع حيوي واستراتيجي، ويأتي في مرحلة مهمة جدا من تاريخ العراق، ويتناول مشكلة كبيرة تتعلق بأمن العراق وكيفية التصدي ومواجهة الإرهاب. نعم، تجربة الحرس الوطني حقيقة في العراق هي تجربة لم تكن وليدة اليوم، وإنما طبقت عام 2005 و2006 و2007، وحقيقة كان لها سلبيات وإيجابيات أشرت، والكثير منا يعلم ما هي نجاحاتها وما هي الأخفاقات التي حصلت في عملها. اليوم تجربة الحرس الوطني إذا كانت تبنى على أسس موضوعية ومهنية وتعتمد معايير في عملية التشكيل وتتضمن مواد وتحقق النتيجة المطلوبة التي هي تحقيق والأمن واستقرار الوضع الأمني في محافظات نعم. العراق التي تشهد احترابا وصراعا مع الإرهاب. نعم. هناك نيات حقيقة من بعض الأحزاب للسيطرة والهيمنة على هذه التشكيلات من خلال زج عناصر تابعة لهذه الأحزاب في هذه التشكيلات، وهذا بالحقيقة يرجعنا إلى كيف تكون الجيش العراقي. إذا تم اعتماد نفس المعايير والأسلوب التي تم من خلالها تشكيل الجيش العراقي الذي اعتمد في دمج ميليشيات وتشكيلات غير متوفر فيها المعايير المهنية، نعم، شرط العمر والمهنية العالية والتدريب، وهذا ما حصل حقيقة أنه الجيش العراقي لم يؤدي الهدف المطلوب منه وهو حماية الوطن والدفاع عنه، وانتهت بالنتيجة أن يتفكك الجيش العراقي ويهزم في أكثر مناطق دكتور الصراع. دكتور ضاري، يعني نحن اليوم نريد أن نعتمد حقيقة ونطلب ونتمنى على الحكومة
والأحزاب السياسية المشاركة في السلطة أن تجعل هذا الأمر يمر من خلال اعتماد المعايير الموضوعية والمهنية، وأن لا تأتي بمجاميع تابعة لهذه الأحزاب، وبالتالي نحصل. دكتور داري، احنا مشكلتنا اليوم بالعراق، عذرا للمقاطعة، مشكلتنا اليوم بالعراق هو الاحتراب السياسي. احنا ما نحتاج حقيقة هكذا مسميات، يعني البلد مو ناقص مشاكل أخرى. احنا لو الطبقة السياسية بيناتهم يصافون، فق اللي ينعكس على الشارع ثاني يوم. بس مشكلتنا اليوم احنا بالطبقة السياسية اللي بعضها مأجور، بعضها مدفوع الثمن، بعضها ولاء للأجنبي، وهذا انعكس على شارعنا اليوم. واليوم أولادنا أبنائنا يدفعون فاتورة ضخمة جدا نتيجة هذا الاحتراب السياسي. نعم، حقيقة كلام مهم. لو كانت هناك عملية سياسية تفرز مؤسسات للدولة فيها ضوابط ومعايير مهنية لما وصلنا إلى هذه النتيجة. نحن اليوم نسينا أنه هناك جيش عراقي عريق له تاريخ طويل وله باع وذراع طويلة في حماية الوطن، واتجهنا إلى هذه العناوين والتشكيلات التي هي حقيقة في أغلب مفاصلها ليس لها علاقة لا بالدستور ولا بالقانون. فالمفروض لو كان هناك إدارة حكومية وإدارة دولة على مستوى عال من الوعي والوطنية والمهنية لما فرطت بالجيش العراقي، ولكانت قد لملمت شتاته وسعت إلى تنظيمه وإعادة تشكيله وفق ضوابط مهنية ووطنية. وأن نحن نعتبر حقيقة كعراقيين أن عملية التفريط بالجيش العراقي بهذه الصورة واعتماد تشكيلات ومجاميع مسلحة لا تمتاز بالمهنية وال إذن دكتور رعد، دكتور نعم. الطضاري، دعني أسمع وجهة نظر عشائرية مناطقية. يبدو أنه يعني العشائر لديها يعني كلمة في هذا الموضوع. ينضم معي عبر الهاتف الشيخ رعد السليمان. مرحبا بك يا شيخ رعد. يعني موضوع الحرس الوطني إقراره سيتم من المفترض يوم غد في مجلس النواب. أنتم كشيوخ عشائر، هل لديكم تحفظات على قانون الحرس الوطني؟ هل أنتم متحمسون لإقراره أم قلقون منه سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم العزيز ولكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية المحترمين. ردا على سؤالك أخي العزيز، أنا سمعت الحوار بينك وبين الطغاري، حقيقة وثيت وكثيته. هذا الموضوع قانون الحرس الوطني قانون قديم وقرن أكثر من 5-6 سنوات ونحط على الرف. أكو أجندات سياسية ما تقبل بهذا القرار، يأخذون من بعض صبغة طائفية، وهم إذا يشكلون ميليشيات لازم يقر قانونهم، ولا يريد يشكلون الحشد الشعبي ما طول 45 يوم، ما تبقي خمسة أيام وستة أيام. أنت تعرف كل زين، قرروا بمجلس البرلمان ومشوا. اليوم إحنا هذا العسكر إحنا محتاجين اليوم. محتاجين ليش؟ لو مبنية المؤسسة مثل ما تفضلت جنابك، لو مبنية المؤسسة العسكرية على صحيح في البداية كوزارة الدفاع، مو خارج عن 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 موضوع القوائم وخارج عن موضوع النهج الطائفي. والتدخلات الخارجية أمثال إيران وغيرها بالمؤسسة العسكرية. يعني اليوم أكثر واحد بالشارع تسأله تقول له مين مسؤول عن المؤسسة العسكرية؟ الجيش. يقول لك قاسم سليماني وهادي العامري. ناس ما لها علاقة أصلا بالمؤسسة العسكرية. زين، إذا شنو وجود وزير الدفاع؟ خلي وزير الدفاع يحل العبادي حالها حال الوزارات اللي حالها، وخلص نعتمد على الحشد. احنا كسلنا ما نتوالم ويا الحشد لاسباب عده، لان نبراتهم طائفيه، والاشخاص اللي موجودين يقودون الحشد عندنا تحفظات عليهم، مثال اشخاص ما اريد اكبر من اسمائهم. فعليه اليوم استاذ اسماعيل، احنا مو ضد، احنا اليوم على مود لنبين احنا نقول احنا ناس طائفيين، لا بالعكس، هاي الجنود خدموا في مناطقنا بالامطار، واليوم الكراد جم كذلك خدموا. انا من تقول لي هذا الحرس، انا اجيب بيه اكراد يشرفني، وانا اجيب بيه ناس حروبيين، ناس محترمين من جنوب العراق، ضباط وكذا، وينحطون على الحدود، لان مساحه الانبار كبيره تضم ما يقارب 3 دول، سوريا والاردن والسعوديه، ماكو كل مانع.
والقيادة تكون تحت ناس أمينة. يعني شيخ رعد، يعني خلينا نقول احنا اول تحفظ، اول تحفظ مناطقي عشائري هو على قيادة الحرس الوطني، كيف ستكون؟ هل ستكون مهنية مثل ما تحدثنا، ام ستكون يعني مزاجية وبولاءات خلينا نقول نحكيها بالقلم العريض، انه ادوات خارجية تحرك هؤلاء من اجل السيطرة على المناطق التي ليس لديها اي عمق استراتيجي او جغرافي داخلها، اليس كذلك؟ استاذ اسماعيل، احنا اليوم المناطق السنية المنتفضة اليوم في ازمة، والازمة حقيقية. اليوم الناس تريد تطوع ابنائها على مود تحس بالامان. اليوم ابنائنا اولادنا مشردين، اللي بالصحراء واللي باخرين كردستان واللي بالاردن واللي بكل مكان، زين ذولي وين اروح بيهم؟ احطهم بالحشيد نفسه يذبحهم. من اسلمهم القيس الخزعلي لو اسلمهم لهذا العامري؟ فخلينا نكون واقعيين، احنا اليوم هذا يخدمنا ذولي ابنائنا، واللي يريد يتطوع تحت ظنه وتحت مسميتنا احنا كانبار وصلاح الدين والموصل كجنود كضباط، اكو دورات واكو كذا وموجود، ماكو هربجي. هذا اليوم سلاح موجود، واكو منظومه، اكو استخبارات واكو مخابرات. احنا اليوم ما عندنا والله نحش الجيش الاقليم ونروح نغزي، نروح على الاردن او نروح على سوريا او نطلع بوجهنا على بغداد. هذا النفس هم خلقوا عندنا. اليوم احنا دائما تلويحاتنا من نقول بغداد وجيناك يا بغداد، مو قصد كشعب وكسنه وكناس وعمليه، لا، هذول الناس اللي جو دخلاء على بغداد وساكنين ومعشعشين بالمنطقه الخضراء هم ايرانيين نفسهم. اليوم الانتفاضه الشيعيه انا ارحب بها، وكل الاخوان نحطهم على راسنا ونقول من يوم نعم انتم صحيح غيرتم وراح تغيرون، وانتم اصح من 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 مسيرتنا مال الانبار نقدر نقول نسميها. ليش؟ لان انتم اليوم وضعتوا الاصبع على الجرح. نعم، شخصتوا الحال. نعم، معاكم ذول ناس فاسدين وشخصتوهم، الحمد لله والشكر. مو كنا احنا نقول ذول ناس فاسدين، ذول ناس باقوا الميزانيه، كنا نطلع بقنواتكم نقول لهم يا اخواني لا تعولون على هؤلاء الاشخاص. ميزانيه 2013 ماكو، ميزانيه 2014 باقاها وال15 باقاها، واحنا بازمه ماديه واقتصاديه وكل شيء. بس للاسف الشديد اليوم العبادي اسير عند الجانب الايراني، وللاسف الشديد عندي اجندات سياسيه كذلك هو اسير يمها، ما يقبل يتخذ قرار بحيث يقدر يصلح. واليوم يطلع هذا العامري وقيس الخزعلي يهدد واحد من اعضاء مجلس النواب يصوت على قانون الحرس الوطني، ترى ميله مؤلى نفسه. نعم، طيب شكل حرس وطني احنا وعشائرنا، وناخذ راي المرجعيه، مرجعيه الناس هي يقول لك انت كل واحد يحمي مناطقه. ما انا ما 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 محول على ناس يجوني من خارج البلد، منطقتي الانبار وموصل وصلاح الدين وديالة وغيره. طيب، عليه اليوم هم ناس يبقوا مسيطرين على هذا الوضع، تيبقون فلوس حتى بهاي مستفادين ماديا. يومية الحشد الشعبي 25 مليار، وزير المالية طلع، وين تقدمات الحشد الشعبي؟ وين اللي حد الآن ما حرروا مترن؟ يروحون مكانهم بالبيت وفلان مكان. أخي ذولي ناس لا يبنون دولة، وذولي ناس لا يحررون. والناس اليوم أولادنا اللي موجودين على الساحة مسلحين، احنا ليس بتكفيرين وليس احنا ضد الشيعة وليس كذا، احنا اليوم حامين انفسنا من الحشد، لان الحشد اذا اجى لمناطقنا مجرم، واذا حل محله الجيش ذولي ولدنا راح ننطيهم عفو. اللي من الرجال اكثر الامرار ولدنا موجودين غادي، شو تسوي لهم؟ تقول له انت خلص، انت بقيت بالرمادي في ظل داعش وعليه انت داعش. اي هاي المشكله شيخ رعد، اليوم تعبنا. نعم، ادعوك شيخ رعد ان تبقى معي، انتقل الى ضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه. يعني دكتور ضاري، سمعت ما قاله الشيخ رعد السليمان، التحفظ العشائري على قياده هذا الحرس الوطني. هناك صراعات كثيرة حقيقة وأوجه للفساد كثيرة في هذا الموضوع. الجيش العراقي السابق سيدي تم الإجهاز عليه بطريقة ممنهجة، اليوم يتباكى عليه الجميع يعني تحت مسميات وعناوين شتى. لماذا يتم تصحيح الخطأ بخطأ أكبر؟ يعني ما كنا بحاجة إلى هذه المسميات لو كانت القيادة السياسية الموجودة خلينا نقول في حقبة المالكي، هي تعتبر حقبة سوداء ومؤلمة لكل العراقيين دون استثناء، ما كان هذا الإرهاب يتوغل في مناطقنا ويحصل الذي حصل. نعم أخي، حقيقة يعني كلنا يدرك أنه المؤسسة العسكرية وأولها الجيش العراقي
فكك وهزم نتيجة الفساد الذي استشرى في هذه المؤسسة العريقة للأسف، وكذلك اعتماد ضباط غير كفؤين وليس لهم تاريخ مشهود في العسكرية العراقية، وتسلط بعض الأحزاب على هذه المؤسسة والصراع السياسي الذي تشهده البلاد. حقيقة كل هذه العوامل أدت إلى أن يكون نتيجة الجيش العراقي مؤسسة مهيكلة تماما، ليس لها دور يليق بتاريخها وباسمها العريق. ونحن اليوم بدورنا نحث وندعو السيد رئيس وزراء العراق والحكومة أن تتبنى مشروع يعيد الحياة لهذه المؤسسة التي ارتبط اسمها بحماية الوطن والدفاع عن سيادته والدفاع عن كرامته. لكن للأسف مثل ما قلت أخي، هذه الإرادات المتصارعة ليس لها هم إلا أن تحصل على مكاسبها وعلى فرض وجودها على الساحة، حتى ولو من خلال تشكيلات غير مرتبطة بدستور وقانون. وكلنا يسمع منذ أن أدرج هذا القانون وبدأ يكتب في أروقة مؤسسات الحكومة جدل كبير يدور حوله وصراع بين جهات، مما قد يقود إلى أن تزيد هذه القضية من الخلاف بين المجتمع العراقي والانقسام حول كيفية وماهية هذا القانون وكيف سيضم في محتواه العناصر التي يجب أن تدرج. حقيقة الأسماء والمواد التي درجت في هذه القانون قسم منها غير منطقي وغير موضوعي، حيث هناك مجاميع الآن من تشكيلات العشائر ومن المجاميع الحشد ومن الميليشيات متحضرة للدخول في هذه المؤسسة، وبالتالي قد نكرر نفس الخطأ الذي بني على أساسه الجيش وبالتالي لم يحقق نتائج. فإذا ما تم تبني الشروط ومعايير موضوعية منها العمر والاستقلالية عن الأحزاب، فسنحصل على نتائج سلبية ولن يقوم هذا التشكيل يعني دكتور بأي ضاري مهمة وطنية ما جدوى تحقق الاستقرار للبلاد. دكتور ضاري، ما جدوى إنشاء مؤسسة بمسمى جديد أو عنوان جديد، الحرس الوطني، وهو تقليدي يعني مجرد بس عدد، أني أجيب عدد وأرهق الميزانية، ميزانية الدولة، وهي اليوم دا تعاني من العجز اللي الخطير اليوم، وإحنا مقبلين على ربما أزمة اقتصادية كبيرة. ما جدوى هذا الحرس إذا كان تقليدي؟ طبعا أخي الكريم، معروف أنه الحرس الوطني هو عنوان تعتمد كثير من الدول كواجهة عسكرية، فهو أعلى من الشرطة وأقل من الجيش في مهامه، له مهام متعددة. الحرس الوطني معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي استراليا وفي كندا وفي بعض دول أوروبا ليقوم حتى الحرس الوطني لديه مهام حتى في عند حصول الكوارث الطبيعية في البلدان، ولاحظنا كيف عندما حصلت كوارث في بعض البلاد كان دور الحرس الوطني هو دور إنساني أكثر مما هو دور عسكري. لكن المفهوم في العراق اليوم نعول على هذا الحرس أن يحرر مناطق التي تخضع للإرهاب، وهذا حقيقة عنوان مبالغ في أهدافه لكون الحرس الوطني ليس هو قوة الجيش. نحن كان عندنا الجيش العراقي القوة الضاربة في المنطقة وذات السمعة والتاريخ، هزم في أيام في بعض المناطق وسلمت مدن للإرهاب ولم يحقق نتائج، فما بالك إذا كان هذا التشكيل غير إذا لم يخضع ويراعى فيه الضوابط والمعايير المهنية القتالية للعناصر التي ستكون ضمن تشكيلاته، فلن
نحصل على نتائج مرجوة إيجابية. دكتور راري أدعوك بالبقاء معي، أنتقل إلى ضيفي الشيخ رعد الاستيمان. الشيخ رعد، اليوم أنتم مشكلتكم في المناطق، خلينا نقول الأنبار، اللي عندكم أنتم معركة مقبلة، مشكلتكم في طبيعة المؤسسة العسكرية الموجودة، مشكلتكم بالعدد، مشكلتكم بالعدة، مشكلتكم بولاء المؤسسة العسكرية. أنت تعرف يعني انتكاسة الأنبار كانت صعبة جدا، وبدليل خسر العراق مساحة كبيرة وشاسعة بتنظيم الدولة الإسلامية. اليوم أنتم مع هذا المشروع الذي يعد لإقراره يوم غد من المفترض، هل أنتم تريدون أن يكون الحرس الوطني يتناسب مع طبيعة ما يمتلك يعني العدو الموجود في أراضيكم؟ بالتأكيد أخي العزيز، إحنا اليوم مو تنطيني سلاح خفيف، تنطيني سلاح بحيث ما أقدر أحمي جاري أو كذا، إحنا نريد سلاح إضافي، سلاح وزارة الدفاع، والسلاح لازم عندي أقدر أدافع عن من 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 من, 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 من العدو الخارجي قد يكون يجون. اليوم سوريا 90% من الأراضي السورية هي ساقطة بيد الفصائل المسلحة. أنا أريد سلاح، أريد معدات، أريد إمكانية جيش كامل من تبني لي، بغض النظر اليوم تقول لي شلون مو كله من الغربية، كله من الشرجية، كله ما عندي اليوم مشكلة. احنا اليوم تعتمد على القائد. اليوم احنا صدقنا بنفسنا اكو مؤسسة عسكرية، دزينا اولادنا يخدمون بهذه المؤسسة العسكرية سابقا، وطلعت زمام الامور كلها كذب وكذوبة بيد المالكي. من ينطي عازم الجيش ينسحبون واولادنا راحوا، كنا نصيح نقول يا اخواني اكو سبب، اكو خلل بالموضوع، حققوا بالموضوع زين، تلقون سبايكر وراها المالكي، وراها ضباط، وراها كذا. فهذا اليوم انا ما اقدر اطوع ابنائي، اطوع ابني وابن دكتور راري وابن جنابك، اخلي الامر مالهم على قيدان، لان علي سلبيات وتقول لي لا على قيدان برا اسا المحكمه. اليوم ما تهمني يعني لا متحف المحمود، ولا يهمني اليوم الزاملي علي مؤشرات كثيره من الذبح. اليوم الزاملي يجي على محافظه الانبار قبل شهرين قدم تقرير قال هذا منفذ جيد واستراتيجي ويشجع اقتصاد الدولة. كتب تقرير بالعكس، راح سد المنفذ لحد يومنا هذا مسدود أمام الناس وأمام التجارة وأمام كل شيء بحجة داعش. وأنظم دولة على مستوى المنطقة من الناحية الأمنية والتفتيش كتشيك بوينت وغيره هي الأردن، وهو معروفين كل الزين. ما سهل مثل إيران يفوتون يومية 10,000 إيراني إلى كربلاء زائر، يطلعون 2000 يبقون 9 في كربلاء. يعني شيخ رعد، على ذكر النفوذ الإيراني، اليوم تناقلت إحدى وسائل الإعلام موضوعة أنه المرجعية السيد السيستاني طلبت من الخامنئي يعني أن توقف نفوذ قاسم سليماني، الجنرال قاسم سليماني في العراق، وهذا بدليل اليوم أنه أكو هناك ميليشيات مرتبطة به، وهذا هو الخوف والقلق الذي ينتاب كل العشائر الموجودة اليوم في الجغرافيا السنية وحتى الشيعية من تغلغل ونفوذ الميليشيات اللي تابعة إلى إيران. أستاذ اسمعني، صدقني احنا علاقتنا طيبة بأهل الجنوب على مستوى الشيوخ وناس محترمين ووجهاء. اليوم أهل الجنوب موضوعهم حيل متزمت من التدخل الإيراني والاطلاعات الإيرانية ولاية الفقيه وغيره. اليوم احنا كنا مع المرجعية العربية وكنا مع السيستاني، بس اليوم الإيرانيين يقول لك انا خلص انا حررت العراق. انا اليوم اللي نفوذ بالعراق، من انت؟ عندي نفوذ ميليشيات موجوده بالعراق بدلاله اليوم الحرس الوطني والجيش اللي احنا راح نشكله مناطقنا يسبب ريسك عليهم، خطوره. هم هذا الشيء عارفينه واحنا مصرين ان نسويه، واذا ما يقبلون لا بالله خلص خلي الناس تقول علينا هذول عندهم نيه يقسمون البلد، يروحون باتجاه الاقليم. شو نسوي؟ خلينا نسوي. اليوم احنا ما نقدر مشردين عايشين تحت رحمه هذا العامر، ينطيني ورقه افوت بدياله لو اطلع. نعم، يفلشون بيوت العالم، يكافي صبر. احنا اليوم اهل الجنوب صحوا، اليوم اهل الجنوب قام يحرقون بالاعلام الايرانيه، اهل جنوب للشجعان قام يحرقون بصور خامنئي. نعم، قاسم سليماني، وندعيهم ان شاء الله بهذه الجمعه يحرقون صور قاسم سليماني والاعلام العراقيه ويطردون شكو واحد دخيل، شكو واحد عنده مكتب لقاسم سليماني في كربلاء موجوده. احنا ليش نقول احنا نلوح بالقوه على كربلاء وما نقبلها مرهونه تحت الاحتلال الايراني وعلى بغداد؟ احنا جاهزين اليوم حتى الجنوب اهل كربلاء واهل النجف ناس جاهزين بهذا الموضوع، عندهم استعداد ان يطهرون. صدقني
التدخل الإيراني في ظرف أسبوع، وهذا الأسبوع بهذا اليوم الجمعة راح تسمع أخبار سارة تسر كلها للجنوب وتسر كلها للعراقيين، وإحنا خاف يوم من الأيام إحنا حصبنا على عدم تدخل أهل الجنوب ويانا وقفتهم ويانا اليوم كذا. نعم صارت سحوة مقبولة من عندهم، ذولي كلهم على رأسنا ولدنا وناس محترمين. اليوم إذا غيرهم هم يستلمون السلطة. اليوم يجين واحد شريف من جنوب العراق يصير عامر لواء على 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 الأنبار حط على رأسي. نعم. أنا اليوم ما أقبل حزب واحد يهيمن على المحافظة أو مكون واحد يهيمن على المحافظة أو قد يكون فلان أو جمال الكربولي أو غيره. لا، اليوم العمل يكون مشترك. الناس اللي احترقت بالعملية السياسية وبينت خيانتها بعد ما تدخل عندك أكو ناس خيرة محترمة تدخل تقود معركة، تدخل تقود كضباط، واليوم تدخل تقود العملية السياسية. أخي اليوم يكفي الأمريكان، هم يتحملون مسؤولية هذا، هم جابوا لنا العملية السياسية، ولا أنت قاسم سليماني مطلوب وأبو المهدي المهندس مطلوب دوليا ويفترض كيف بغداد ويصول ويجول بغداد. اليوم هل هتشردوا اليوم آلاف مؤلفة هزموا شبابنا إلى أوروبا إلى ألمانيا وأنت دتابة نصهم بيغرقون. أنا بس يعني أنا عجبت على شيء واحد يا أخي، يعني اليوم شباب العراق دا يطلع إلى أوروبا وشباب أوروبا دا يجي إلى العراق دا يقاتل. نعم. يعني فشي ما يشبه شيء. ذولي هم وصلوا لهالمرحلة. اليوم حتى الحشد الشعبي أكثره بدأ يتفلش وقام يطلع حشد شعبي. اليوم أكثر من كذا ألف موجودين في تركيا، والناس يقولون احنا كشفنا اللعبه وايران تذابحنا، وايران تقسيم ادوار بينها وبين الامريكان اذا ما تلاحقنا انفسنا. وشيخ رعت، وهذا حقيقه هذه هي الخشيه والريبه من موضوعه انه دفع ابنائنا وقود لاجندات خارجيه. أكيد. تريد تمزيق البلد، تريد ان تضعف العراق اقتصاديا، تريد ان تضعف اجتماعيا. شكرا لضيفي الذي شاركني عبر الهاتف الشيخ رعد السليمان. أعود إليك دكتور ضاري، وجود أكثر من جهة قتالية في منطقة ذات طبيعة خلينا نقول سكانية واجتماعية، ما تعتقد أنه راح يأزم هذا الوضع أكثر، خصوصا في موضوع مشاركة الحشد اللي حقيقة يؤخذ على بعض أفراده أو بعض قيادات أنهم يرتبطون بأجندات خارجية مدفوعة من إيران؟ اليوم الحكومة نفسها اليوم يعني طلبت من كتائب حزب الله الحد، واتهمتهم هم وراء الاختطاف اللي يصير الممنهج الموجود اليوم في الشوارع المدن العراقية. نعم أخي الكريم، حقيقة الصراع السياسي الموجود في العراق الآن هو الذي ولد وخلق الانقسام الطائفي والانقسام المجتمعي، وحقيقة كلنا يعرف أن العراقيين كانوا يعيشون في وطنهم أخوة متحابين لا تفصلهم روابط ولا تفصلهم أي معوقات إنسانية ومجتمعية، وشهد لهم التاريخ أنهم كانوا كلهم في خندق واحد أثناء الأزمات وأثناء الصراعات وأثناء الحروب. هذا الانقسام حقيقة تولد نتيجة الانقسام والصراع السياسي بين الأحزاب التي تهيمن على السلطة، وإذا ما إذا لم يراعى المعالجة الموضوعية لوضع العراق شموليا فإن هذه الانقسامات ستستمر وستؤدي إلى مزيد من الخسائر و النتائج غير المحمودة. نعم. موضوع وجود التشكيلات الغير حقيقة مرتبطة بالدستور والقانون ولا تستند إلى شرعية ووفاق وطني كامل تؤدي بالنتيجة إلى تصدي المجتمع ومعارضته لوجود هكذا تشكيلات في مناطق قد تكون مختلفة جغرافيا ومجتمعيا. هذا الموضوع حقيقة كله أتى بعد التفريط بمؤسسة الجيش العراقي، ونرجع ونعود إلى هذا الموضوع. حقيقة لو كان هناك جيش عراقي مبني بناء وطنيا مهنيا لم يتحسس منه أبناء الأنبار ولا أبناء البصرة ولا أبناء الجنوب ولا أبناء الغربية ولا غيرهم.
لكن حقيقة هذه التشكيلات لا ننكر أنها مرتبطة بأحزاب وبإرادات خارجية لا يهمها أن يستقر العراق ولا تتمنى له ذلك. فاليوم إذا ما تم إقرار قانون الحرس الوطني حقيقة هذا الموضوع فيه إيجابيات وفيه سلبيات، يجب أن تعالج فورا وأن يتم اعتماد معايير مهنية وموضوعية في عملية تشكيل هذا المؤسسة لكي تستطيع أن تدافع بشكل مهني عن الأراضي الصراع بعيدة عن صراع الأحزاب وتدخلها في هذا الموضوع الحيوي. دكتور ضاري، دعني يعني أخذ وجهة نظر مهنية. معي عبر الهاتف الخبير أو الاستراتيجي العسكري اللواء ذنون يونس. سيادة اللواء، مرحبا بك فيها عمق الخبر. اليوم موضوعنا عن إقرار مشروع قانون الحرس الوطني الذي من المفترض أن يتم إقراره يوم غد في قبة البرلمان. المؤسسة العسكرية، أنت أحد أفرادها السابقين، تعرضت إلى خيانة وتعرضت إلى انتكاسات بعد 2003 وخيبة أمل، خصوصا سيادة اللواء بعد سقوط الموصل والأنبار. كيف يمكن سيادة اللواء للحكومة أن تعيد ثقة الشعب بهذا الجيش أو لنقل بالمؤسسة العسكرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولا ضيوفك الكرام وإلى مشاهديك الكرام. نحن قبل أن نتحدث عن الحرس الوطني وهذه التسميات والحجز الشعبي، الحرس الوطني والحجز الشعبي، لنرجع بعد 2003. نعم، بعد 2003 الجيش العراقي بأمر من رئيس سلطة الاحتلال حل الجيش العراقي بشكل انتقد من كل العالم بما فيهم الأمريكا. نعم، وبنى جيش آخر، بناء الجيش آخر كان بناء غير صحيح، بناء مبني على الطائفية والشيعوية والمناطقية، وصرفت عليه مليارات الدرهمات، وكلها من سجينة العراق من 2003 لحد 2014 قبل 2013 قبل دخول داعش إلى مدينة الموصل. نعم، بعد دخول داعش إلى مدينة الموصل وفشل الجيش الذي بني وبني بإشراف وتدريب الجيش الأمريكي، لأنه بني قبل كل شيء بني بدون وطنية. الجيش يبنى أولا بروح وطنية، بروح عقائدية، ولاء للوطن، ولاء للعراق الموحد. هذا بني عكس الأشياء التي ذكرت. نعم، بعدها برز التسميات. التسمية الأولى كان الحشد الشعبي، هذا الحشد الشعبي شكل خلال 48 ساعة وخصصت له مبالغ. نعم، بعدها شكلت الحكومة فالجانب السني، نتكلم حاليا مع الأسف نتكلم الجانب السني، طلب تشكيل حرس وطني لحماية مناطقهم ويضعوا قانون لهذا الحرس الوطني. يا أخي، هاي التسمية ليش؟ لماذا ما يبنى الجيش حاليا على يعني سيادة اللواء؟ سيادة اللواء، كان معنا قبل قليل الشيخ رعد السليمان، واحد شيوخ عشائر الأنبار، وأبدى رأيه بتحفظه على من يقود أو يرأس هذا خلينا نقول الحرس الوطني. لا يريد أن حقيقة، يقول نحن أبناء عشائر لا نريد أن يكون هناك دماء تراق بشكل مدفوع الأجر. يعني إحنا أبنائنا الموجودين اللي يشاركون من محافظات الجنوب بالقتال معنا، لا نريد أن يؤخذ علينا أنه إحنا قتلناهم وباشر راح يصير هناك يعني حقوق عشائرية. هي الموضوع اليوم بالحرس الوطني، أنت باعتبار يعني خبير عسكري، هي الموضوع في إقرار هكذا يعني مسميات، أم هو المشكلة إحنا في المنظومة العسكرية وقيادتها ومهنيتها؟ نحن المشكلة الحقيقية واللي تشكل تقييم 80% هي الأخطاء الكبيرة في المنظومة العسكرية، لأن هذه المنظومة العسكرية لو شكلت بشكل صحيح بروح وطنية وعقائدية ما كنا نحتاج هذه التسميات. اسمياً الشيخ رعد حقيقة له الحق أن يتكلم هكذا، لأن إلى تعيد تشكيلات الحرس 90,000 من الشيعة و50,000 من السنة، يعني رجعنا على نفس الخطأ السابق. حتى الحرس الوطني راح يشكل
بشكل طائفي غير صحيح، بعيد عن الوطنية، بعيد عن الانتماء للعراق، وهذا راح نعيد الخطأ ونعالج الخطأ بخطأ أكبر. نعم. أدعوك سيادة اللواء أن تبقى معي، أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية دكتور ضاري. يعني سمعت ما قاله الخبير العسكري، يقول هو المشكلة أنه أنت صحيح تقر مشروع لقانون خلينا نقول الحرس الوطني، مشكلتنا إحنا ما نريد أن نزج المؤسسة العسكرية في أتون صراعات مذهبية. هذه الصراعات حقيقة هي كانت ما موجودة عندنا، وأيضا حتى لحد الآن هي ما موجودة اجتماعيا، موجودة من خلال الطبقة السياسية. أطراف التحالف الوطني من بينها منظمة بدر، كتائب حزب الله، منذ الوهلة الأولى حذرت من تشريع قانون الحرس الوطني واعتبرته مقدمة لتقسيم العراق. احنا معاهم حقيقة مع هذه يعني التحفظ، إذا كان الغاية منه تقسيم العراق كل العراقيين يرفضون مشروعة الحرس الوطني، ولكن عليهم أن يعلموا جيدا هؤلاء الذين يعني نقول غير موافقين. يعني المناطق الموجودة الجغرافية السنية تقول لك أنا ليش لما أريد أحمي بلدي وأشرع بالبرلمان قانون يحمي مناطقي سواء كان حرس وطني أو غيره مرفوض، ليش الحشد الشعبي مسموح به والحرس الوطني غير مسموح به؟ نعم، احنا قلنا اخي الكريم انه اي تشكيلات خارج اطار الدستور والقانون وتستبعد الجيش العراقي من المعادلة الامنية والعسكرية في العراق لا تؤدي الى النجاح ابدا. موضوعة او جزئية الحرس الوطني ليس يعني هي التي ستقسم العراق، بل السياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة العراقية والحكومات التي سبقتها هي من أدت إلى الانقسام بين المجتمع والطوائف، وجعلت العراقيين يكونون في خنادق الصراع متضادين. هذه الموضوع الحرس الوطني نبالغ، قد نكون يعني نحن مع من يقول إذا كانت هذه القضية تؤدي إلى تقسيم العراق نحن ضدها. نعم. هذا كلام منطقي، لكنه هو من جعل العراق مقسم إلى هكذا كانتونات وطوائف ومناطق؟ وما نسمعه اليوم حقيقة مؤلم من التصريحات والذين يقفون خلف التشكيلات غير الرسمية وارتباطهم بجهات خارجية، هذا الذي أدى إلى انقسام المجتمع. ومن اليوم يتمنى أن يقسم العراق لكي يحفظ أمنه وحياته قد لا تلومه في بعض المفاصل، لكن إن لم يكن أي تشكيل عسكري جيش عراقي أو تشكيلات من هكذا نوع، إذا لم يكن عليها إجماع وطني وأن تكون في ظل منظومة سياسية وطنية إيجابية لن ينجح أي تشكيل. هناك صراعات أخي، هناك صراعات اليوم تشهدها أحزاب مع الحكومة، والكل ضد الكل والكل يتصارع مع الكل، هذا الذي أدى إلى أن يتقسم المجتمع وأن ينادي بالتقسيم من 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 نعم. من أعيته الحيلة إلا أنه هذا العنوان يضمن حياته. طيب، فالمنظومة السياسية تصلح أولا ويحاسب المفسدون والذين تسببوا بخراب البلاد. نعم. وقتلوا العباد، هم من رسخ نظرية تقسيم العراق وما جرى لهذا البلد من ويلات ومظالم. نعم، أعود إليك سيادة اللواء. يعني إحدى فقرات تشكيل الحرس الوطني هو إعادة الضباط الجيش السابق من رتبة عقيد فما دون للانخراط في هذا التشكيل الجديد، مع منحهم رتبة أعلى من رتبهم اللي هم بها إكراما لتاريخهم. يعني هل أنت مع هذا الإجراء الذي يعيد لنقل للمؤسسة العسكرية بعض هيبتها؟ سيد معين، هذا إجراء ترقيعي، هذا إجراء لا يمكن أن يقبله أي ضابط حتى لو كان برتبة رائد سابقا. نعم. لأن هذا الرائد وهذا العقيد هاي 13 سنة يركضوا وراء ويعتقلوا ويعذبوا ويهجروا، منو الأخير جاء
منظومة تشكل على أسس طائفية، وهو يحمل عقيدة الجيش العراقي الفاشل، جيش الأمة العربية الذي دافع حتى عن قضايا العرب. وهناك شهداء تشهد لنا في عمان وفي فلسطين، دافعنا عن قضية العراق وقضية العرب. يا أخي الجيش العراقي شكل على أسس طائفية، وحاليا سيعيدون نفس الأخطاء يعدوها بخطأ آخر. نعم. الحرس الوطني لو تقراه جيدا أصلا فيه طائفية وتفريق أكثر من حتى تشكيلات الجيش، يعني الجيش اللي هزم، خلينا نقول مع الأسف نقوله الجيش اللي عد على أسس طائفية وهزم. نعم. أمام 3000 شخص. نعم. الجيش يبنى على أساس عقائدي وطني، يعاد هيكلة الجيش بالكامل. نعم. بالكامل والأجهزة الأمنية بالكامل، وتؤسس ويؤسس جيش وأجهزة أمنية خالية من أي انتماءات ولاءه فقط للعراق وللوطن. نعم. هكذا يجب أن يكون تشكيل الجيش العراقي. وإذا أردنا أن يبقى العراق موحدا، ليس كما يقول حزب الله، وليس كما يقول حزب الله وليس منفجر، اللي هم أصلا ميليشيات غير نظامية ولا نعم. موجودة بالدستور، ما يسمى بالدستور الحالي. نعم. أصلا ينبني على أسس وطنية. هو هذا الجيش اللي راح يبقى العراق موحد بيد العراقيين. نعم. وسينتصر العراق على كل. شكرا 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 لسيادة اللواء ذنون يونس الخبير العسكري، كنت ضيفي عبر الهاتف من نينوى. أعود إليك بأقل من دقيقة دكتور ضاري، هل تعتقد أنه جلسة غد ستكون يعني طبيعية أم ستكون هناك يعني مشادات أم حامية الوطيس؟ هل سيشهد يوم غد خلينا نقول إقرار لهذا المشروع أم ستكون هناك مفاجآت فيه؟ حقيقة هناك صراع قوي داخل البرلمان، وهناك أحزاب تعارض وإقرار هذا القانون وتتصدى بقوة من أجل إجهاضه في عند التصويت، وهناك حقيقة إرادات قد تكون منها خارجية تدعم أن يصوت لهذا المشروع وتعتبره الحل الذي يضمن استقرار الأمن في المناطق التي تشهد سيطرة الإرهاب عليها. وحقيقة هذا الموضوع فيه بعض الغموض في بعض مواد القانون، وعليها تحفظات واعتراضات من جهات وطنية داخل العراق تدعو إلى أن يراجع مواد القانون، وأن تكون فيها مهنية عالية وموضوعية، وأن تعتمد ضوابط تجعل هذا القانون يمر دون مشاكل، وأن يحقق الهدف الذي وجد من أجله. شكرا للخبير الباحث والأكاديمي الدكتور ضاري الدليمي، شكرا لضيوفي الذين شاركوني عبر الهاتف الشيخ رعد السليمان والخبير العسكري اللواء ذنون يونس. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. ملتقانا يتجدد معكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.